مواقف وتصورات طيب أخرى. السعودية يعني الأموال الطائلة التي تدفعها، الخسائر الواقعة، عدم إحراز تقدم ميداني بالقدر الكافي كما ذكرت، إلى أي مدى سوف تصر على موقفها؟ لا، هو من الواضح أن النخبة السعودية الحاكمة الجديدة ماضية في طريق. يعني هناك ميل لعسكرة السياسة الخارجية السعودية، ده مرتبط بالتحركات، ودي ما بتكلمش دي في خيارات صح ولا غلط، لأن كل دولة لديها نخبة محددة، هذه النخبة بينها تقديرات معينة لمصالح بلادها. هم شايفين أن هم أكتر دولة، وهو بالفعل، متضررين من بقاء ميليشيا مسلحة تمتلك بنية تسليحية إن لم يكن في تلك المرحلة ثقيلة فعلى الأقل متوسطة وخفيفة. لديها صلات وثيقة بقوة إقليمية تعد مصدر تهديد رئيسي للمملكة العربية السعودية، وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والتصريحات خلال الأعوام الماضية التي خرجت من رموز إيرانية رسمية حول أن صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة التي سقطت في نفوذ إيران، بالإضافة إلى حتى التصريحات الأخيرة التي خرجت من أمير لهيان نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي يتحدث في 7 يونيو الماضي أنه لا توجد تسوية عسكرية أو حل عسكري صفري في أزمتي سوريا واليمن في تحدي لإرادة المملكة العربية السعودية. لكن أنا شايف أن المملكة لابد أن تعيد تفكيرها مرة أخرى في صياغة استراتيجياتها، لأن مثلما هناك أضرار على الحوثي وإيران، هناك أضرار أيضا على المملكة. صحيح. وبالتالي بقينا بنتكلم حالة أقرب إلى الاستنزاف المتبادل. تحتاج المملكة إلى إعادة النظر مرة أخرى في عدم التبديد لقدرتها العسكرية، إعادة النظر في الموارد المالية التي يتم إنفاقها على بعض ساحتي الصراع سواء في سوريا أو اليمن، بالإضافة إلى دخولها في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، بالإضافة إلى التهديدات الحدودية اللي جاية لها من نجران وجازان وعسير، على نحو يجعل، بالإضافة إلى التهديدات اللي كانت وانهدأت نسبيا من المنطقة الشرقية. طيب. بالتالي في ملفات كتيرة مضغوطة بالنسبة للسعودية. طب ماذا عن إيران؟ يعني السعودية تستنزف كما ذكرت في وإيران أيضا تستنزف. يعني هذه النقطة بقى، مصلحة إيران طبعا من التدخل في هذا الملف، غير العداء بينها وبين دول الخليج وتحديدا السعودية، وكم الدعم الذي تعطيه للحوثيين أيضا؟ يعني في جزء هو الدعم دعم متعدد الأبعاد، وإن كان في بعض الأحيان غير مرئي، لكن تم مثلا رصد من خلال أجهزة الاستخبارات على أطراف الحدود سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب السعودية، حول ضبط كميات من الأسلحة كانت عبر طريق البحر لقدومها للحوثيين في العام الماضي. لكن اللي عايز أقوله في هذه الجزئية إلى أن إذا كان هناك استنزاف سعودي، هناك أيضا استنزاف إيراني. أولا، لم تستطع إيران تستمر في دعمها إلى أن تجعل أن ما تطلق عليه طهران اقتصاديات المقاومة سوف تكون مستمرة، وبالتالي الأموال التي سوف يتم الإفراج عنها من الأموال المجمدة بعد الرفع الجزئي للعقوبات، وحتى هذه اللحظة ممكن تكون رفع على الورق فقط ولم يدخل حيز التنفيذ، سوف يتم تبديد هذه الأموال في جبهات صراع. النقطة الثانية، أن هناك مشكلات وأزمات داخلية تجعل الرأي العام الإيراني غاضب من التوجهات الإيرانية المستمرة، حتى وإن كان دعم للجبهة السورية، شايفين أنه ربما هناك دعم غير مبرر بالنسبة للجبهة اليمنية. الولايات المتحدة تحسنت علاقتها إلى حد كبير بإيران بعد عملية رفع الحظر، وعن العلاقات التقليدية يعني التي يقال أنها متميزة بين السعودية والولايات المتحدة، الموقف الأمريكي هنا كيف يمسك العصا من المنتصف تجاه الأزمة اليمنية؟ ما هو الموقف الأمريكي مش في الأزمة اليمنية، في كل الأزمات الإقليمية هو يمسك العصا من المنتصف. يعني حضرتك لما تيجي تشوفي على موقفه من الأزمة السورية، هو في نفس الوقت مختلف مع موقف موسكو فيما يخص دعم نظام الأسد في سوريا، لكن في نفس الوقت لم يلبي رغبة المملكة العربية السعودية التي خرجت منها تصريحات خلال اليومين الماضيين التي تحدث مثلما
خرجت تصريحات من 50 من أعضاء البيت الأبيض عن توجيه ضربة لنظام الأسد، وبالتالي هي ولا واخدة موقف حد من ده ولا موقف حد من ده. هكذا كان الموقف من أزمة اليمن، هي تشير إلى تلبيتها لدعم الرئيس عبد ربه هادي منصور، لكنها في إطار محادثتها لم تثمر ضغوطها عن الحوثيين عن تحولات كبيرة. لكن ربما احتياج بعض دول التحالف وتحديدا الإمارات لواشنطن فيما يخص هدف تراهن فيه مع أبو ظبي حول مواجهة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في بعض المناطق التي تسيطر عليها، وكيف يمكن خلق مشروعات من خلال صياغة مجموعة جديدة لدعم أصدقاء اليمن التي كانت تشكلت منذ عدة سنوات. النقطة الثالثة أن حتى في أكثر الدول الحليفة للمملكة العربية السعودية وهي مملكة البحرين، حينما اندلعت حركة الاحتجاجات في سياق الحراك الثوري كان موقف واشنطن ملتبس، كان يدعم الحكومة البحرينية حينما كان التعامل الأمني يشتد في مواجهة قوى الاحتجاج، وحينما تستشعر واشنطن أن هناك تسريع في بعض القنوات الإعلامية الداعمة لإيران والداعمة للقوى الشيعية المعارضة كانت تشير إلى وجود ضغوط على الحكومة البحرينية لإحداث إصلاحات، وبالتالي مواقفها ملتبسة ورمادية. وبالتالي احنا بنتكلم على نمط اقرب للحليف غير المستقر. الحليف غير المستقر لاعتبارات خاصه بواشنطن واعتبارات خاصه بطبيعه تلك الصراعات. واشنطن تشير الى ان منطقه نفوذها الرئاسيه لم تعد هي منطقه الشرق الاوسط، وانما تركز على منطقه الباسيفيك ومنطقه المحيط الهادي، حيث كيف يمكن إيجاد بعض الإجراءات التي تؤدي إلى حصار النفوذ الصيني، لأن هذا هو مصدر تهديد نفوذها مش في الأقليم وإنما على مستوى المدار العالمي. النقطة الثانية أن هناك أيضا قوة بديلة يمكن لواشنطن الاعتماد عليها، وهنا نشير إلى التحركات الدولية الكثيرة للقوى الأوروبية سواء كانت ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا أو ألمانيا في التدخلات في الكثير من الأزمات الإقليمية لاعتبارات خاصة بتمددات أزمة اللاجئين أو المشكلات الخاصة بتمدد تنظيمات الإرهاب. نقطة أخرى مرتبطة بأن إدارة أوباما لأول مرة تقف مستعصية على هذا الكم من الصراعات في وقت واحد. أصبحنا نتحدث عن ملف العراق، ملف اليمن، ملف ليبيا، ملف سوريا، بالإضافة إلى بعض الملفات المستعصية الأخرى زي القضية الفلسطينية، على نحو يجعل واشنطن مرتبكة وغير قادرة على التعامل مع التوازن صحيح بين تعاملها مع بالإضافة لكده ان احنا امام متغير كبير جدا، ان احنا ما بنبقاش نتكلم حوالين ان الدول هي مصدر القوة الفعالية الرئيسية داخل الاقليم الشرق الاوسط، وانما اصبحنا نتحدث عن فواعل مسلحة ومنشريات كبيرة وتنظيمات إرهابية أصبحت تؤدي أدوار كبيرة لا يستهان بها. طب في ظل يعني هذا القدر من السلاح الذي تحدثت عنه أنه منتشر بين اليمنيين وهو متوسط أو خفيف، وحرب الشوارع والميليشيات، لمن ستكون الغلبة برأيك في وفق المعطيات الحالية ميدانية في اليمن؟ شوفي مش هنبقى فيه غلبة لحد يعني، بس المعادلة هتكون أقرب مين، مفيش حد هيفوز لكن الكل هيخسر. طيب. يعني مفيش فوز لكن في خساره، والخساره نسبيه لكل طرف من الاطراف. يعني في جزء منه بالنسبه، خلينا نتكلم موضوع قوات الشرعيه اليمنيه، في اهتزاز لفكره مساله هيبه رئيس الدوله. وحتى الشيخ محمد بن زايد كان ليه تصريح في مجلسه الرمضاني منذ عده ايام بيتحدث عن إن قوة المقاومة ليست في إقامتها في فنادق، وإنما في مواجهتها في الحرب ضد القوى الإنقلابية. وده اللي بيفسر ليه السعودية والإمارات لحد دلوقتي رغم في وجود مسارات ميدانية إن في مفاوضات سياسية، إن في لابد أن يكون في تعريف يعني او تفريق ما بين الارهاب والمقاومه والميليشيات حتى تستقر الاوضاع نسبيا. لكن في جزئيه ثانيه خاصه اللي احنا بنتكلم مش في حلول، بنتكلم كيف يتم الانتقال من تسويه الصراع او اداره الصراع لتحويل الصراع.
نحول الصراع بقى اتجاه تاني على أساس إن لابد أن تكون هناك تنازلات متبادلة من كل الأطراف. السعودية لازم تتنازل، قوى الحوثي لازم تتنازل، علي عبد الله لازم يتنازل. وبالتالي أنا أعتقد إن هنا بيبقى دور الضغط الدولي اللي من جانب بعض العاصمة الدولية زي واشنطن إن كانت راغبة في ذلك، أو من جانب حتى أيضا بعض القوى الوسيطة، وهنا الرهان عليها من جانب دول الخليج وتحديدا الكويت التي تستضيف المحادثات، وسلطنة عمان التي يمكن أن تكون جسرا لمفاوضات، ويمكن أن تكون هناك جسر من القوات الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب قوات أممية وأيضا قوات عربية اللي هي بتحظى بثقة أطراف الصراع وتحديدا سلطنة عمان والكويت. بالإضافة إلى ذلك هناك مسار آخر، وهو الاستمرار في أعمال الإغاثة الإنسانية ودعم بعض القوى القبلية الداعمة لمسألة الشرعية، على أساس أن في بعض المناطق تعاني من حصار إنساني شديد، وبيتم دخول أوجه المساعدات سواء من جانب بعض هيئات الصليب الأحمر أو بعض المؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لا سيما وأن ملف اليمن لا ينحصر أيضا بفكرة الصراع ما بين الصراع الرئيسي في تلك المرحلة، وهو الحرب الداخلية ما بين قوات الشرعية وما بين القوات الانقلابية، وإنما التعلق بكيف يمكن لتلك الأطراف الدخول في مواجهات مع التنظيمات الإرهابية بفرعيها داعش والقاعدة. بالإضافة إلى مسار آخر لا توجد مؤشرات للحديث عنه، وهو كيف يمكن التعامل مع المطالب القوى الجنوبية التي لديها مظالم شديدة على مدار فترة حكم علي عبد الله صالح، اللي هو لم ينجح في خلق دولة مدنية يمنية حديثة. كان في حالة انفصال يعني واختلاف كبير بين الشمال والجنوب. اللي عايز اقول لحضرتك يا استاذ دي ان دلوقتي عندنا انفصال بالفعل ما بين الشمال والجنوب. فكيف يمكن الجنوب ليس جزءا من المعادلة التي تجري الان؟ بالضبط. يعني حتى لو هو داعم في بعض اطرافه او في بعض القوى مؤيديه لقوات الجيش النظامي، قوات المقاومة الشعبية والتابعة للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، لكن لديهم مطالب سوف تطرح في فترة لاحقة تتعلق بتحقيق الاستقلال الذاتي، او كيف يمكن قيام دولة فيدرالية يمنية تتحدث عن يمنان وليس يمن موحد. نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، خبير الشؤون الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ننتظر ما ستسفر عنه مفاوضات الكويت، وربما تكون بالفعل كما ذكرت نقطة تبادل الأسرى تمثل انفراجة حقيقية في هذا الملف وفي بداية التسوية السياسية. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من المشهد. في الغد مشهد آخر يرصد ملفا جديدا يستحق المشاهدة.